السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن المفاهيم الخاطئة والإشاعات على نظام الكيتوجينيك دايت. أول نقطة هي إن حالة الكيتوزيس ما بتحصلش لما بنرفع الدهون، ولكن بتحصل لما بنخفض النشويات لحد 5% من السعرات، وده يعني من 20 ل 50 جرام نشويات صافية في اليوم، والنشويات دي هي التوت والفراولة والفواكه منخفضة السكريات والمكسرات. دول بيحتوي على الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجهم بأقل كمية سكر ممكنة. وبعكس الأنظمة التانية اللي بتنصحك بتناول 60% من السعرات على هيئة نشويات، ده يعني إنك هتتناول على الأقل 300 جرام من النشويات والسكريات، ودي كفيلة إنها ترفع مستوى الإنسولين أضعاف وأضعاف، وهتسبب ضرر وتلف في أنسجة الجسم وضرر في وظيفة الكلى والكبد. وفي برضو بعض إشاعات بتقول إن النظام الكيتوجينيك دايت بيدخلك في حالة مرضية وهتفقد الشهية. نظام الكيتوجينيك دايت بيحسن من هرمون الشبع اللي هو هرمون الليبتين، وهرمون الليبتين هو هرمون الشبع بيتفرز من الخلايا الدهنية وبيحسس الشخص بالشبع، وبيتواصل مع الدماغ ويقول لها ان في دهون متخزنة كفاية في الجسم ومفيش داعي انك تتناول سعرات إضافية. والتواصل ده بين هرمون الشبع والدماغ بيضعف بسبب ارتفاع مستوى الانسولين بالدم، والانسولين بيرتفع بسبب تناول النشويات. 300 جرام في اليوم بتسبب خلل في مستوى السكر في الدم، وده هيحسسك بالجوع طول الوقت. ولكن لو التزمت بنظام الكيتو دايت فبالتالي هتقلل من مستويات الانسولين في الدم، وده معناه ان هتزيد قوة التواصل بين هرمون الشبع وبين الدماغ، فمش هتحس بالجوع طول مدة التزامك بنظام الكيتو دايت، ومش هتحس بالجوع الا لو فعلا جسمك محتاج للسعرات. وفي نظام الكيتو دايت وبالذات الشخص اللي هدفه نزول الوزن وخسارة الدهون، هنمنعه من البقوليات والحبوب، وده مش معناه ان حرمناه من الفيتامينات والمعادن. ناس كتير بتقول ان كده الواحد بيحرمه من الأغذية دي وبيحرمه من البوتاسيوم والصوديوم وفيتامين ب، واللي لازم نعرفه ان البقوليات والحبوب مش المصدر الوحيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب. عندنا في نظام الكيتو دايت من الأطعمة المسموحة واللي بتحتوي على الفيتامينات والمعادن بشكل اكبر زي المكسرات واللوز والخضروات الورقية زي البروكلي، والاكلات دي بتحتوي على الفيتامينات والمعادن اكتر من الحبوب والبقوليات. فعشان كده في نظام الكيتو دايت هتستفيد بالفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها بأقل كمية سكر ممكنة. عموما نظام الكيتو دايت هو اكتر نظام ممكن ننصحك فيه انك تكتر من تناول الخضروات، بس في نوعين او ثلاثة من الخضروات النشوية غير مسموحة في نظام الكيتو دايت لو كان هدفك هو نزول الوزن وخسارة الدهون زي مثلا البطاطس. ومن الخضروات المسموحة في نظام الكيتو دايت اللي هي الخضروات الورقية زي البقدونس والكرفس والبروكلي والملوخية والبامية والفاصوليا الخضراء والطماطم والبصل وغيرها. وفي برضو معتقدات ان نظام الكيتو دايت بياخد العناصر الاساسية اللي بيحتاجها الكبد والكلى، واللي لازم نعرفه ان لما نقول عنصر اساسي يعني الجسم غير قادر على تصنيعه داخل الجسم، وانه بيحتاجه عن طريق الاكل، واللي كمان لازم نعرفه ان في دهون اساسيه وفي بروتينات اساسيه، ولكن مفيش حاجه اسمها نشويات اساسيه. فجسم الواحد فينا عنده القدره على تصنيع السكر اللي بيحتاجه الجسم، وبيحاول كمان يحافظ على مستوى السكر في الدم يكون طبيعي. وبالعكس انت في نظام الكيتو دايت انت هتمتنع على الاكلات اللي ممكن تسبب ضرر وتلف في الكبد والكلى، لان زي ما احنا عارفين ان ارتفاع الانسولين وارتفاع السكر في الدم بيسبب دهون الكبد والفشل الكلوي لا قدر الله. وبشكل عام لو كان الواحد بيواجه مشاكل صحيه فضروري استشاره الدكتور قبل ما يبدا في اي نظام، مش شرط نظام الكيتو دايت، وده مش معناه ان نظام الكيتو دايت غير صحي، بالعكس النظام ده هو وقايه وحمايه لامراض العصر اللي احنا بنشوفها زي مرض السكر والسمنه وارتفاع ضغط الدم. وفي النهايه طبعا لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبوه لي تحت في الكومنتس وانا هجاوبكم عليه. ولو شايف انك استفدت ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو عشان اليوتيوب يقترح الفيديو ده لغيرك ويستفيد منه، وشيروا الفيديو في كل حته في الجروبات او على صفحتكم الشخصيه، يمكن حد غيرك يستفيد منه. واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.